عملت فيلم اسمه كان برضو دور كده مشهد اسمه دكتور سيليكون، كان اخراج الاستاذ احمد بدري، وكان فيه الاستاذ حسن حسني ربنا يديله الصحه والعمر، كان فيه الاستاذ لطفي لبيب ربنا يديله الصحه والعمر، كان فيه الاستاذ سليمان عيد، كان فيه الاستاذ نرمين فيه، كان فيه ممثلين كتير جدا في الفيلم، وكان بطله هو منتجه الاستاذ عبد الله كاتب.